الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا، وكتابك لي صفة صلاة النبي من التسليم من التكبير إلى التسليم كأنك تراها للشيخ الألباني رحمه الله تعالى. وعين كجرني وانكها النظر إلى موضع السجود والخشوع، إنه قفق ويقهلك وكو السجود أيو إيا الصلاة النحدة دينه كو خشوعه وقلبي يسر وحاضر يغضح ابني سرائي حسن ونادان. ويقول وحكى لو رني النبي ما من امرئ مجر قف تحضره صلاة مكتوبة صلاة نفر لي رأيكو سو حاضري كدبنا فيحسن وراجل يوضوها ويسدها وخشوعها هي خشوعها وركوعها هي ركوعها دبا إلا كانت وحيانسا كفارة لافد لما قبلها وحي كهرية من الذنوب ذنبيانا ما لم يأتي إندا نقفق الله من كبيرة ذنب وين وما لم يتا كبيرة إندا ذنب وين للايما وذلك سراء الدهر كله ووقتك أما صنعتك أما وقت نولي هاي قفقه ودوهي. حديث كان وحورني إمام مسلم وحنو ينوت المام يا فضل يقيمها إلى ذهي صلاة فرلك يقفق ويسد هذا يخشوع هذا يأركان هذا لن وحقاتشيو يسد يحيده تكذائن دمنا فكوه ليو دمبيالك صغيرتها يريرايونا لك قدافة يوم. كان النبي صلى الله عليه وسلم وحوله يقف قصة مسلمة وصلاة مكتوبة هي كسو حاضرته وقتها ذو صغره كدي من سبع عنه ويسيسا مركو صلاة دي قلنا سبع عنه وقوخ الشعور ركوع دي 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 أركان دي دي كرمنا ميسرا وحيونا قول إيسا كفارة بمعنى مد لقنافو سببت هذا وحي ذنوبة هيدا كهر ريسي يقفكو سميي انت ان الله يمنين اما با ان لبا يمنين دي ذنبيالك ووين كبائركا ايه توبت با ذنوبتا كبائرتي ايو باهيه لكن ذنوبتا يريرا صغائرتا ايه لقو نافيا كاسينا وحاوية دوا وقتي غودانو انت امرك اقفكو سياكو سوغيهي دي ذنبيالك ساو سعون ايام. ويقول وحاك النبي صلى الله عليه وسلم راني ما من امرئ قف مجرو تحضروا ايكو سوا حاضري صلاة مكتوبة صلاة دفر اليري أو فيحسن دبيتا ما فيحسن ملكا وناجي أما فيحسن فيحسن دبيتا وناجي وضوها ويسادة وخشوعها يخشوعها وركوعها حتى إلا كانت وحيها كفارة نافذ مد يعني إلا قلنا فو سيبت إلا قلنا فو لما قبلها وحي كهرية من الذنوبية ما لم يأتي أو ما لم يؤتى كبيرة إنت أن دم وإن لائمن وذلك سراء الدهر كله ووقت يؤدن يا سند كورن يا نورشي سقف انت نوري هيبا سدا سيي هان حساب. وقد صلى صلى الله عليه وسلم وحكوت بيدي في خميصه مر ايكوت النبي لها علام على نو اي مركا حريريه اي ليندي دري فنظر الى علامها علام يدي هي حريريه دي ليدكدي ايو اغن نظرتن اغمو فلما انصرف مرق سرادي كبحي قال وحري اذهبوا بقميصتي هذه مرض اذا خميصة اوجي الى ابي جهم ابي جهم نكي لو رجلي واتوني وحي لك خالدان او يسو ويدارس ام بي جانيه ابي الجهم ابي الجهم ام بي جانيه ديسا اما بجم ديسا اما مرضي ساكرين عرام تراهين خاي يسو بدلا فانها ايضا ريتري هريا خميصة داري الهتني وحي مشغول سي أني من هذا الروح يجا مشغول سي عن صلاتي صلاة ده إذا إسكي يجا مشغول سي. وفي رواية فإني نظرت إلى عالمها وحنا يجي مركا اللي ليد كذا يهري لي هذا صان يجي في الصلاة دي صلاة لحدة هذا فكاد وحده هذا يفتر وينه يفتن أيو أيو بده هذا حديث جنا بخاري مسلم يوم مالك أيه ورين أيام حديث جنا وعنا تلمام يا النبي صلى الله عليه وسلم إنه كنت كذي مرو على النوع يلي ليد يهري لي خميصة
وحوية وا مرصوفة ومركا ليلي يا على مضيا لمركا مدبك كالغارغارا أي لحيد دو تريس وسلادي كوتشي أيو على مدادي أيو أيجي يلي ليد كاي لحيد مركي وسلادي كبحي أيو رقم صدى إذا أنت غادان نكاب الجهم اللي لها دو جاية أنا أنا أم بيجانية دو الجميع كان أم بيجانية دو مركا ومركا دي أما عمل مركا وأما يعني وحالة كشضوء كراء او ادق ومركا يد لكن اسكو ميدب كليهو وح مركا لينديد يا مركا علامه يا علامه ان لهين تاي كان بريتنكا او جيو بحي ليتني وحي ما مشغول سي هاد الصلاه دي ايي مشغول سيو هلكي توجهي مركا دي ان الى حقي سمركا وجهسن لها ايان مركا كجيسيو وحان كو مشغوله يا قادبول حديد يلا و خو تلمامي اولي وحان ايي علم كاداس iyey liid keda ay xarijweeda saaneeyay salaad dhexdoodo waxay u dhawaatay markaa inay fitmayso marka qofgu marada uu ku tukanayaana inay mar saafiyo noqoto ayaa wanaagsan qofgu labdiisu markuu jamca imanayo mariyihiisu markaa de waxa hariiriyaha leh iyo markaa waxyaalaha markaa lagu mashquulayo mariya ka duwan ama ay wax ku qorqoran yihiin oo qofgu markaa ka dambeeyo akhriyo waa iraanay noqonin هذيك المرقة هذه ضدك أي مشغول ليس مرقة قف وح اللي عليها وح قصوا مشغولين هي وأرجي سمرقة شيدين هي وينو يسكى إلاريا وقد صلى صلى الله عليه وسلم في خميصة مرا أي مرقة كنت كذا صوفها على ما يعني اللي يدري والله علام على ما أي مرقة على هذه مرقة اللي يديدو فنظر إلى علامها على ما أنت هذه يلي يديد كذي أيوة يجي نظرة نجمه فلما انصرف مركو صلاتي كبحي قال وحري ذهبوا بقميصتي هذه قميصتي إذن يا مرضى إذن قاضى إلى أبي جهم إلى أبي جهم ولطقى واتوني وحي لك قال إذا رويك سوى قادام بأن بجانية أبي الجهم أبي الجهم أن بجانية ديسا يا مرضى ديسا مركا أيضا أذكى أن وحى مركا لليد كارحين إيه كير فإنها خميصتها سيا مرضى إذا هرية على مدى رحيد ألا هتني وحيقا مشغول سياري من هدر عن صلاتي صلاة ديدي وفي رواية الحديث قال وحا فإني أنو نظرت إلى عالمها ألم كاد أصانيك في الصلاة صلاة الإحديدة فكاد وحوله وذي يفتنون إنه فتني وكان لعائشة عائشة وحوصل هذا ثوب مرو في تصاوير سوروين أي مركا كويا لين ممدودة تاسو مركا لقف ديي أما لقصو الله ديي إلى سهوة meel marka barande gudaha ama barse ama barande gudaha yaani sida loogu soo marka la laadiyay fa kaana nabiyyu sallallahu alayhi wasallam wa yusalli ilay mid xaqiisa u tugada fa qala wuxuri akhirihi anni igaddi maribu xaqqa dambe waxaan igan mari fa inna la tazalu kasuli mayso tasawiruhu wa hiya ku sawirani ta'ridu li ariga ay soo banbaxdo fi salati salati dhexda inay soo banbaxdo kama ay suulini حديث يا البخاري يا مسلم يا ابو عوانة ايا ورينيا حديث يا نوح تلماميا يعني ميرها قفقو كتو كريو ان انا هرتيسا مركا واحد تصاويرا يا واحد مركا قفقو مشغولينيا مدبا اني لهين وحديث يا نوح نو تلماميا ميل يرى مركا سهواه عايشة لذي سوانا واحد الله يلهضا هذه قرى لوا برندياشا يرير قريها دحدودة ماشا مركا لبدا قدار بحيسا افرا اي برندها قدها اي هذه قرى لداها اي دور كو قصة بيانا اي داها كو سودايانا اي داها كو قريانا اي داها الباب كو قديان مركا مرا مركا سوروين يصورها اي كويا اللان اي مركا سيدا وقو يعني وقفي دي سيو اي داها وقديتو اي وقو غريسي نبي قرى صلى الله عليه وسلم هلك البابكا ايو تكري كدب وحاولين وحن حق الدنبا يجمري بول وحن انو هرتي هرتي ذا يالين حق يدو تكريو حق الدنبا يجمري محايل التصاوير تاكو تالا ايا يسو بمبحيسي صلاة الاحذة ديو ديو كل بمركا انبها ايا كل دعا يدعا ايو وان كو مشغولة وحن حق الدنبا يجسو مري ايو مركا هدبا اديا قول النبي صلى الله عليه وسلم وحيد دي سورو ينكاليه مركا دوات الروح النبي صلى الله عليه وسلم بربرين شري
لكن وحيدون كان مركها ينقصارو دي حق هذا ما مركها سمري أيوم بويري لكن مورن مركها بربوري مورن وحيلين الله يبقى وحلقيا با إن أنا ذوات الأرواح هاينا وحيلهم روح ضلي صور كلمة هاينا ديرها إيو مركها بورها إيو وحيلها مركها إسكي طبيعية أيها هاينا كواس ورهدو دي أيها حرام معها لكن وحي صورها مركها النفلة أيها هو نبي صلى الله عليه وسلم وحفرين لبربوري أيو فرين وكان لعائشة عائشة وحوصنا ثوب مرو في تصاوير سوروي ريكسويهين ممدود كاسو اللافذيي إلى ساوة ميل يربرندن قدها الباب لوغا نجيو سال لوغا تاقي فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إليه منذ تكاد حقيسة فقال وحو النبي يقول أخيريه عني وحن مركا يدبني وحق دمي قمري فإنه محايا ريسي لا تزال كسول ميسو تصوير وتصوير تاكو صورني تعرض لي إلي صوبان بحضو في صلاة يعني صلاة دي وكان يقول وحو عمدي لحظة لا صلاة صلاة ما يسرني ميحن أما صلاة شرعي بحضرة طعام ميل مركا راشنو يالو ولا هو ولا صلاة صلاة شرعية أما لما يسر المياهان والحال هو يسوى يدافعه أي سور ريح حيان أي سور قتشين أيان أرخ بثاني لبدي حمائي مركة كاذية صحراء أي هيان أي قفقة يعني سور ريح حيان أو يسر المركة وعلين أيو صلاة مركة لما يسر أما صلاة مركة شرعي ومسونان حديث قلنا إساقنا وحورين إمام البخاري مسلم يا ابن أبي الشيبة يا ورينا يا حديثكو وحونات الماما يا إن قفق مسلم كاهي وسلادتو كدو إساقو أوح مركا ديبا يا أما عليري يا آن إجرين ومركا كانو صامين يا وحوهي يا إنو مركا سلادة كوشو عصفي عنو تكدو لبا ريبط بين أوشيكو إساقو مركا قفق راشن لودي يا يعني سنادي مجرد عند راشي إساسي على سنادنا حتو كذو إيو إساقو مركا أما كادي أما سحرا أي حيصو وأي مركا سوري حيصو إني كسو دعذابا لغي يابو دي عند مركا سنادي بلا خشوع كنتو كن لها إي مركا دي بلا سناد النقل لها حيسكي سوى حاجك قوتو كد من مركا دي سيبي عانو خشوع أي كجر يد قرار أي كجرتو هورتو كذو مركا الله صلاة بحضرة الطعام صلاة مركا لما يسرى مثلا شرعي مركا او دي تير لوبا هنائي خشوع دلحيدي يعني مجرتو او مسلاني قفقا لكن وحلقا مارمانا دي وح مانعي انا نجرين نبدي سويني عن تضعوبا هانتعي وح مانعو كورتاك انا وينا نجرين هدي مثلا صومان تحي او دي صلاة دي عصر بلقو صوليا فركي دي ولي يبدو هالكنا كاكن كتوها كاكا مركا وريسا أدنا قاتش بس بهذا هاتي دي كل ما يدعون إيسا يعني ما نعبه تلوات صومان تهي أما بما بقاله يسيد بما يلارد مركا قاله ينين با أيها مركا ديكا صو ريسا ما عمتدوا مركا إيطالا وحبايدين لحايا دي مركا دو ما نعز إجراء صلاة دادي أيها زكتو كريسا وكان صلى الله عليه وسلم يقول مذي الله صلاة صلاة ميهان بحضرة طعام راشن ميلو يالو ولا صلاة صلاة ولا هو ولا صلاة صلاة مجرد والحال هو يسقو يدافعه أي سور هي حيان أرخ بثار إلا وذي مركز حما أما حمان دبنا يكاديد يسحر هذا أهايو دي وحن جاسوي أدعية الاستفتاح هل قد أبو حشاق من وقل إياه دعوين كي استفتاح إلا قفر فران إياه كهرين إياه فاتح هذا كهرين إياه نيدي أيون أقصوا هذا تكبيرة الإحرام كي من أقوحي سي وحاكلوين أقصوا هذا مركا خشوع دي إندا محاب بلاب ما يسمى مركا قرادي قرادة محاك كهرين يا مركا دي وحا كهرين يا مركا دعاء الاستفتاح لإله هذا والنبي صلى الله عليه وسلم كهرين سيجري كدب أيو مركا دي الشيطان كريس كنهار تعود لي مجري كدب مركا ودي فاتح هذا آخرين جري مركا أدعية الاستفتاح وافر فرشدة دعوين كيدي دعاؤنا دقار لوا دعاء وطلب هو وكويلة وحلقوه دي سريو قاركود نوا ثناء يا أمان ودعا مركا وحي الله طلب هو لقوه دي سريو أنا ما بجرتو
وليبا وحي إلى ذا دعاء تا طلبك أن لحين سناقي أمانتا أيا سيقي مبضان دي إلهي مركض أمبادتو وحي كبلي عندها إلهي سو كديقتون ويهي كشرب يقيبر للولو ويهي أدورة كباحاني ناطاي أيا كبلي عندها مركا إنا قد إله وحايسي وحايسي وحكم مضان إنا مركز إلهي أمانتو مركا دعوين كإمبضان أيا أمانا أي أريكو بيشرين ببريو. ثم كان صلى الله عليه وسلم وحا يستفتح متكفر فرطاء القراءة آخرينتها بأدعية كثيرة دعوي فربضا أي النبي صلى الله عليه وسلم كفر فرنشري متنوعة وكل النوع يحمد الله تعالى فيها أو إلهي يقوم هذين ويمجده إلهي كشرفي ويثني عليه كأماني وقد أمر بذلك كان وفري المسيئة سلادك سلادي سحميينا وفريو فقال له حكولي لا تتم صلاة صلاة لأحد من الناس بالذاتك كمد أولا ما يصير بميسو حتى يكبر إلا وكبارته ويحمد الله تعالى ويحمد الله جل وعلا عز جل وعز إلهنا مركز ومهديه ويثني عليه وأمانه ويقرأ وغريا بما تيسر وحفظ ذاته من القرآن قرآن كأه وحول يا شيخ انت كذب نبي صلى الله عليه وسلم وحوها قرده يا اخرنتها وحو كفر فرنجي وكهريسين جري ادعيا فربضم او كلا نوعا الى 10 ايو شيخ انو كيري دونا تاسو الهي كما هادين ايو الهي كو شرفين ايو الهي كو امان ايو أرين دارا وحو فري كي سلادي سحمية مركا خلاد من الرافع نكي سحابي هين الحديث كي صوت المغني أيو فري وحو كوني مقفنا أولا ما يسر من ما يسر الصلاة ذاتك كم إذا إلا هو إلهي وإليه الله أكبر إله هذا إسلام مركا أنا إلهي ومهديه إلهي وأمانه أو وخري وحي قرآن كأقفضه هذا تانا وين واركي دوننا يو دي سيئي مذو بديه وسورة الفاتحة يوحي كأقفضه هذا أدعية الاستفتاح إن السنة عشاق يسوي واجب تايم وكتر يوم يرى مركع ماذا كيد وغيها يبتر وحا قصة أروري حديث مسيئة سلاة أما سريحين كاقصة أما سنة كاقصة أما مساند يقدم تقرأ قصة هذا الصغمي يسوي واجب ومركع كسوق هذا لكن جواهير أهل العلم من الصحابة والتابعين وحا أي قبان إن أدعية الاستفتاح إلى سنتها بل شافعية وهيئات كأيي كدران عند مرجع خلاف دي وأنا إمام مالك هين مثل إمام مالك يسوع لا يدعى بدعاء الاستفتاح بيسوع ليه أو ما قواه أحدثنا عن قارين أما وين قار دي طريق أن مركع أنا كسب مني بيكو قار وأمي أي ماذا مركع حديث عد ما وين أرتان هديو سو قال لكن انا سو قال اما عند مركز سو قال سيسبان عند وركذا لا قادر يا انا اما اسبابه كرو فربدان وان شاء الله تعالى علماء اي كهدلين ان وحا كلو اس ويدين لي انت شاق ونو سو قادر يا وحن كنت تلماني الا 10 ان ييهين 10 كا هدبا دعو اي نبي صلى الله عليه وسلم ورن جيري قار مركا فرن يا قار سنه يا قار صلاه الليل كي ورن جيري يا قار عام وا ليهين ميا الله جمعنا يا مسك والبقرة يا الآخرين يا إمام النووي أكره كتاب يسأل الذكر وحو كتل ما مي مركي وأدعية أنت إذا بنا سقاطي وعلى هذا ما ورد من الذكر في دعاء توجهي كاسوا وحي صار وري النبي صلى الله عليه وسلم كسب هذا أذكرها دعاء توجهها فيصحب الجمع بينها إن لكل ميو طبان كبال إسراعيو أي الله سمي وحسر اقتساره على وجهت وجهه للذي وحكى الأول أكثر هذا من لغو قابصده دعاء هذا مركز اللباد وشافعية هذا مركز أي أقوى كدورتين أدعية ذا لكن وحي إليه إنسان مكا مركز شيخه وإنه تلمام دونه إن وكان يقرأ تارة بهذا وتارة بهذا مرة تروى خريج لي مرة تروى خريج لي وكان يقرأ وترتم بهذا وترتم بهذا إن أنا نجمعين لي لكن مرة بمد خريج لي صحابة ركوا البمد ولا توكم غريب سوق قريه
سياسة مرقى الشيخ صالح عثيمين منذ بدي سي مرقى ينصو آخرين لي قواعد كفقيدها وحرها وفعل عبادة إذا تنوعت وجوهها بكل ما قد وردت لتبع على السنة في الوجهين وتحفظ الشرع بذي النوعين وحوي سبع عباده هذين النوع يبدأ وجود هذا انت ايكوسو ارورتاي اردن سمي او مدبا مر سمي ما حدو سمينا يسا ديه سنة سياد لبدا وجود سميسا كان سياد سميسا كان إلا مدو لبا سنة لبدا سنة با سمي ديه الشرع يلا لبدا النوع بكو إلالي لأنه هذه مدقول الله قصو قد سوين دي كرلوم يميسو سمركا ديه انا يقولم من قيبتا لنا شريعة كمدي سنة هانا دمانت أدوها سبيسة كان مر سبيسة كان مر سبيسة سنين أدو سبيسة الشريعة دي المركة أدوك وضع إلى لسو إمر لوضع سبيسة مايو ثم كان وحوى النبي صلى الله عليه وسلم يستفتح من الفرفرطاء القراءة أغرند بأدعية كثيرة دعوية فرمضان متنوعة أو كل نوع يحمد الله تعالى فيها إلهي يكم هديني ويمجده وكشر فيني ويثني عليه ونكو أماني وقد أمر بذلك المسيح صلاة كي صلاة دي سحمينا السياسة يوفري فقال له عقول الله تتم صلاة صلاة يقول لما يسر من ميسر لأحد من الناس وابدت كمد حتى يكبر إلا مركع الله أكبر ويلاهضه ويحمد الله إلهين ومهدية جل وعز وهو يثني عليه جل كرهي وعز مركع غالب هاي ويثني عليه وأماره ويقرأ دعنه أخرية بما تيسر وحوفظ هذه من القرآن كمدا وكان وحن النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ تارة مر بهذا كانوا أخذ إجري وتارة مر بهذا كان فكان يقول وحن مدي إلى هذا واحد اللهم يا الله باعد كرفوغي بيني أني وبين خطاياي أني يدن بيالك يقففكي كما باعدت سادو كرفوغي سي بين المشرق والمغرب عدعتك صباحي عدعت الله اللهم يا الله نقني إيا طاهري من الخطا من خطايا ذنبيالك كما ينقى الثوب الابيض سدا مرض عد لو غندي في لو ظهري من الدرس والسخط اللهم يا لو اغسلني من ميد اغسل ميد اغسل لي غبر من خطاياي جفف جي ذنبيالك بالماء بيوم والثلج برف والبرد يا دغحانتا مركا روبك عيرك كسو دعا وكان يقوله في الفرض كان وحاو كو اورن جيري فرلكا ايو مركا كو اورن جيري وحاو لا يحيى شيخ دعويك ومركا كو فرفرن جيري وحا كميدا دعاءه اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب الهي وكلا فوقي اني يدن ميالكي سياد مشرق ومغرب وكلا فوقي ما حال لا ودا الهي وافعاش اي فعلده حدان سميهو dambiyal ka noqonay iga fuga macnaa waxa weeye iga ilaali oo ay waafajiga tagidooda gafafka saasa laga wada ilaahayow iga fuga ay kala fuga ariga khadaayadeeda afcaasha hadaan iyo ficilada hadaan sameeyo gafafka iyo dambiyada noqonay ilaahayow na kala fuga macnaa ilaahayow iga ilaaliyo ka tagidooda ay waafajiga ama waxa looga jeedaa ee ilaahayow noo kala fuga aniga iyo khadaayadeeda iyo dambiyalka aan sameeyay سياد مشرق يا مغربي وكلف قيسوب بمعنى واي قداف وماشي كذا الى هدا دي قداف دو مركا دي مشرق يا مغربي دا يسو جرا ما يسو جرا ما هدا دي قدافتين الى هي وحد يغ نظيف سا دمبيالكا سدا مرض عد لو غ نظيفيه وسخدا مرض عد ما حال لو غار يير وحنا مريا هان كاري ميدب كاري واي قرسدان اسكا غايه وسخدا waxaa laga yaabaa inta la maydho inaan wixii ka bixin laakiin marada cadi man ogolaanayso in xataa yaani ay midab yar ku sii haro oo waa laga jarayaa oo nadiif baa laga dhigayaa sida marada cad loo nadiifiyo looga saaro marka wasaqda ilaahay uu dambiyashay iga nadiif ilaahay uu dambiyalkayga waxa iga maydha bil maay biyo wathalji wal bard athalji wal bard farqiga u dhaxeeya waxa weeye thaljigu wuxuu cirka ka soo dhaca isaga oo biya ah dhulku ku fariista inagu inta badan malihiina waa kan Yurub iyo ka daadee markan uu kugu daayo waa biyo laakiin marku dhulka fariin ku dhaco uu wada fariisanaya dhulkiiba wada daboolayaaba ka thaljiba la yiraahdo ama baradku waa kan maareeyay roobkan uu na dhagxan yu leeyahay habul qamaan baa la yiraahdo roobkan mararka qaar koodina ugu daa ee barafka wataa kaas ayaa baradka la yiraahdaa
وفرق يود مركا واكا إلى يوم مركا بيو إيا برف إيا مركا ليحانتا مركا برف قاها عرق الصدارسة إلى يوم يجير نظيفي دميالكم مركا دوا كريل ونبي هو قرس إلى يوم يقوى وشوي وحن أراني النبي صلى الله عليه وسلم صلاة فرالخا فكان يقول وحا وكان وحا يقرأ تارة بهذا كاسو أخري وتارة محلة بهذا فكان يقول وحا مدي لهذا اللهم يا الله كو واحد ويكو اللهم باعد له كنفقه بيني أريا يو بين خطاياي ذنبيالكي كما باعدت سادو كنفقه بين المشرق والمغرب اللهم يا الله نقني يا طاهر يا نظيفي من خطاياي ذنبيالكي يففقه كما ينقى الثوب الأبيض مرض عدسا لوغا نظيفيا من الدنس والسخدة اللهم يا الله اغسلني يميل من خطاياي ذنبيالكي بالماء بيو والثلج والبرد إيا برف كايسو بيانو عركة كايمان الوحق فريصرية والبرد إيا كايسو برف عركة كايمان الوحق إيساو نمركة قلالية وكان يقوله في الفرد تانا وحو رانيي فرالك نحداد أيو أراني يسراد فرالكابوتن كو أرانيي درس قالك قيمت سرعين وكو تولو حالك.